لا هاي مش بتظهر. لا
لبعيد لتحصل التشخيص النهائي. طبعا من ناحيه الطرح اللي كان في اسئله الامتحان، اسئله الامتحان كان حسب خيار الطلاب شلون بدهم يجيبوا اسئله. نحن النظر كانوا السنه الرابعه الماضيه كانوا عندي شلون اسمها؟ السنه الرابعه كانوا نردات بصراحه يعني، وانبسطوا كثير في القلبيه، معلم انه زرقتهم كثير بالاسئله، لكن كانوا مبسوطين اثناء الحال، يعني انت عم تحل الامتحان ومبسوط، لكن في مطبات مثل في مطبات قوميه اثناء الامتحان ما اخذوا علامات عاليه، لكن الكل طلع ولو كان ياخذ 59 بس كان مبسوط منها بصراحه. الاسئله اللي بيحضر بيلاقي بتحكي مع الاسئله اللي بحكيها صراحه بالكلام، وانا ما طلعت خارج المقرر على خالص يعني، بس بسؤال واحد طلعت ودرجتين لدي ما طلعت خالص، واللي كنت بحكي من نظري كان بيجي مباشره للبحث وصلنا على الاخير وانا كان في الكورس ايضا. طبعا انا معاملتي مع اصدقائي في عندي صداقات كثيره مع الدوري اتوقع ما نحن طبعا العدد كبير عندنا انتم السنه هاي سبحان الله، السنه الثانيه كمان، السنه الرابعه الماضيه كان عدد 81 كنا كثير مبسوطين، لكن عددكم كبير فرح نلاقي صعوبه كثير في التعامل او في تلقي المعلومه والمناقشه. اغلب المناقشات نحن بنعملها على المجموعات، يعني في عندنا مجموعه للسنه السادسه، مجموعه للسنه السادسه حملت سلام، في عندنا مجموعه للسنه الاولى، السنه الثالثه، السنه الرابعه، وفي مجموعات مختصة في القلبية، فكنت أنا بناقش أغلب الطلاب، كل يوم بنصبح عليهم أربع خمس تخاطيب صباحية، أقول السلام عليكم، وبنناقش شغلة ساعة زمان، بيجينا مريض في المشهد، بناخذ الصورة بنبعثها، بنعمل مقاربة. فطلاب السنة الرابعة كان عنده بصراحة أفق كويس بالتخطيط في المقاربات. أنتم عددكم كبير باشر بدنا ننسق. الشيء الثاني اللي بيهمنا الاستاجات. استاجاتكم أنتم بالمعهد، ما اللي ساكن هو ساكن عزاز مشاهد كم قفلت ما استمر هلا ما راح اقول بالناقص اصلا بالناقص هذا الشيء. طيب مين بيجي على الشماري بدنا تنسيق لمشفان يومين احد اربعه طبعا مشفان مو كبير، مشفان كبار جلود في القلب عيادي يعني مو كبير بس ممكن نشفي المعبر في كل التخصصات عندنا عظمية قلبية، لكن رح نساوي تنسيق. العدد الأقصى 8 من الطلاب الأقصى، يعني أحيانا كنا نتسامح بالعشرة بننزرق، بتعرف تقصير بننزرق كثير، العدد الأقل 5، فأنتوا بتنسقوا بيناتكم يومين أحد أربعة يعني أسبوعين 16 طالب دكتور؟ إيه 20 طالب اليوم، لا بس زاد كبير بصير ما بنتحمس لحد ما بدنا نعرف بدنا تنسيق. في طلاب بيجوا بالسنوات الاولى والثانيه بس ما راح نستحق درس الرابعه، ولهذا بعضنا سوى تنسيق بيناتكم مجموعات، والمجموعات هي خاصه اللي ساكن بعزاز قريب على المشفى طريق سيد شوي بنات تراجعوا في الطريق، الطريق سيء لا طبعا انا بنمزح. التنسيق بين كنت تاخذ سيارة تطلع تشوف اشتغل واحد بحط مشرف مجموعة كمان نهار ثلاثة بيزلنا أربعة منكم أربعة في جمعية البر راح يكونوا دول على تماس كبير دكتور. أربعة كتير؟ أربعة كتير؟ مبدئيا رح نشوف شلون ممكن ننقص العدد، ممكن نسوي اثنين ثلاث ساعات رح نقول أربعة، الإناث بيجوا من الساعة 3 للساعة 7 والذكور من 7 ل 11، طبعا هي شوي زحمة عليها 3 العصر 19 اللي ساكن في مارع للإناث نصفوا لحالكم
كل اثنين من ثلاثة العصر للسبعة مساء، والزهور سبعة إلى عشر مساء. طبعا اللي بيداوم بيشتغل فيه البرتقال، يعني خليه على تماس مع المريض بيعرف شلون يشتغل. طبعا مو رح يكون استاذ، لكن انه بيعرف شلون يشتغل. واللي بداوم رح يسأل كثير، رح يسأل. يعني انا ببذر الطلاب بالاسئله بس مساسه ورابعة، يعني قدامك المريض والمريض دافع 50 ليره تركي حصل على مالك، خذ الكشفيه لحالك. عندنا عدد كبير من المرضى، يعني 40 مريض، 40 مريض قلبي بياكل شيء 10 ساعات، يعني زحمه في حياتك. تكونوا هيك على تماس قوة مع المرضى، فأتمنى إنه بيجوا طلاب شاملين، طلاب السنة الثالثة والرابعة والسادسة، رح نخلي طلاب السنة الرابعة فصل هذا الأسبوع. تنسوا في ناس كثير ذكور ثالثة، اثنين ثالثة حسب، أربع ساعات ثلاث ساعات إن شاء الله. أي سؤال خارجي أنا جاهز، موبايلي على طول مفتوح، لكن بتأخر في الرد كثير. أي حالة مرضية لأي أخ هذا مريض كذا كان جاهزين، اي شكايه اسعافيه مسائيه بنخدمكم هون برا بالمشافي وبالقلب. لا سمح الله اي مشكله قلبيه باسرع عمليه قلب مفتوح، كمان احنا جاهزين لخدمه الطلاب وباسعار، يعني ما بنخلي الزميل عم يشتغل انه يغلي عليكم، يعني قسطره مع شبكه الانتاج. فنحن عندنا موانات كثير من قلب لهون، ان شاء الله ما تحتاجوها لكم ولا اهلكم، بس اي شيء صار احنا جاهزين حتى في الاداره ان شاء الله. اي سؤال؟ لا قبل ما ابدا اسالوا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. راح نبدا بمقدمه تشريحيه من دخول أولويات القلبية. لازم ناخذ شيء تشريح، بعدين ناخذ فيزيولوجيا، بعدين نبلش بالتخاطيط والإمراضية. كتشريح العضلة القلبية، احنا كلياتنا شايفين عضلة قلبية ودرسناها بالتشريح اللي أخذناه في السنة الثانية. ممكن نقسم العضلة القلبية أفقية أو شاقولية، في قسمها أذينات وبطينات، أو في قسم أجواف علوية أذينات لوحد وبطينات. فأنت قسمت أذينة يسرى بطين أيسر، أذينة يمنى بطين أيمن، أو فيك تقسم أجواف علوية هي الأذينات وسفلية هي البطينات. فعليكم نحن بنشوف المقطع هذا اللي بنشوفه في مقطع اسمه رباعي. رباعي. فكلياتنا بالبروتوكولات لما بنحط المقطع الطويل بنشوف تشريح العضلة القلبية بمقطع اسمه رباعي الحجرات، بنشوف الحجرات الأربعة قدامك، وهذا كلياته بناخذه. كعضلة قلبية لها دور كبير طبعا في ضخ الدم للجسم عن طريق الدورة الدموية الكبرى، لما بيرجع الدم من الأذينة اليسرى آسف من الأوردة الرئوية الأربعة للأذينة اليسرى الصمام التاجي البطين الأيسر الصمام الأبهري إلى الأبهر صاعد نازل لأعضاء الهدف، برجع العود الوريدي الأجوف سفلي أذينة يمنى بطين أيمن الرئوي شريان الرئوي إلى الرئة، تصير التبادل ترجع الدورة هي الدورة الدموية الكبرى ترجع الصوفة الفرعية للأذينة. هيك تشريح، لكن جماعة الفيزيولوجيا جماعة الكهروفيزيولوجيا اللي بيدرسوا كهربائية العضلة القلبية ما بيحبوا التشريح النمطي، بيقول لك هذا التشريح كهربائي للعضلة القلبية. كيف بينتقل التنبيه للعضلة الكهربائية؟ كيف أنا لما بدي أرسم أي إزالة استقطاب لأي جزء من العضلة القلبية كيف بدي أشوفه على الجهاز التخطيط؟ فبيقول لك في عندي شيء اسمه عقد تنقل التنبيه. العقدة الأساسية في نقل التنبيه العقدة الجانبية الأذنية هي ناظم الفطل العضلة القلبية، يعني هي اللي تولد كهرباء العضلة القلبية. إذا شبهنا الجسم في مدينة مارع بنقول البلدية هي العقدة الجانبية الأذنية، هي بتعطي الكهرباء أو بتولد الكهرباء بعدين بتوزع. طيب جيرانه اللي بياخذوا الكهرباء بقول لك انا خيرت بسوي اشتراك معك عشان اوزع عنا الكهرباء. فبيجي مشترك اسمه العقده الاذينيه البطينيه بياخذ كهرباء وبيوزع للاجواف البطينيه
والأكبر مهندس هذا بيتفرع لفرع يمين وفرع أيسر بعطينا التعبير العضلة القلبية. فالنقل نقل النقل الكهربائي العضلة القلبية بلش من عقدة أساسية العقدة الجانبية الأذينية الموجودة في الأذينة اليمنى. إذا أنا نقل التنبيه الكهربائي تبين عليكم الصورة الأولى ببلش من العقدة الجانبية الأذينية SR-node أول عقدة عند مصب الأجوف العلوي في الأذينة اليمنى تنقل التنبيه إلى عقدة أخرى هي العقدة الأذينية البطينية AV-node. AV-node موجودة تحت الشراف قريبة عن الصماء ثلاثي الشراف. ثلاثي الشراف توصل بين أذين أيمن وقيد أيمن بالإنجليزي شو اسمه؟ تريكاسيد داب صمام ثلاثي الشراف. العقدة الأذينية البطينية لما بتجيها الكهرباء لازم تسوي فترة تأخير. أنا سويت انقباض في الأذينين عملت إزالة استقطاب. إزالة الاستقطاب بتعطيني كهرباء ليش اسمه؟ إزالة يعني كهرباء استقطاب يعني كمون راح ما في شيء. فأنا لعمل إزالة الاستقطاب للأذينين أعطانا تنبيه الأذينين خلص تنبيه الأذينين اليمنى واليسرى. لازم أعطي فترة تأخير لازم أجهز البطينات للكهرباء اللي جاية من فوق. طب أخلي الكهرباء تتأخر بضع أجزاء من السكر من الثواني لبين الصمامات اللي تكون مسكرة تنفتح الصمامات المفتوحة تسكر ليعطيني تنبيه البطينات أو إزالة استقطاب البطينات. فنعتبر الـ AV-node العقدة الأذينية البطينية هي الصمام نقل الكهرباء للبطينات بعد ما خلص تنبيه البطينات. هاي العقدة الأذينية البطينية تدخل ضمن حجاب بين البطينين في حال في مسافة 2 سم اسمها حزمة هيس. هيس باندل، هيس باندل تتفرع لفرعين رايت باندل وليفت باندل، الغصن الأيمن والغصن الأيسر. الغصن الأيمن بعطي تنبيه للبطين الأيمن والجزء الخلفي، الغصن الأيسر البطين الأيسر حتى الجزء الخلفي، فبعطيني إزالة استقطاب البطينين. بالعادة بالعادة إذا سوينا تشريح عضلة قلبية البطين الأيمن أكبر ولا الأيسر؟ الأيسر. هو الضغط فيه عالي والمسؤول عن توريد الجسم في الضغط الدموي. الضغط فيه شكل العادة الطبيعي البطين الأيسر ضغط الطبيعي وضغط الأيسر الطبيعي 120 يعني ضغط البطين الأيمن لا يتجاوز 30. لهذا الكتلة العضلية بتكون كبيرة سلام. فبتكون الحزمة أيضا الكهربائية في الطرف الأيسر أكبر من الطرف الأيمن وهي حزمة قوية فتكون نقل التنبيه أكثر من اليسار للأيمن. فتجوا جماعة الفيزيولوجيا الكهربائية أو خيو في عنا خلايا مولدة للنظم تعطينا نظم كهربائي هي SR-node والAV-node العقدة الجانبية الأذينية والأذينية البطينية. هي خلايا مولدة للنظم في خلايا ناقلة للنظم تنقل التنبيه هي حزمة هيس والياف وركنجي. الياف وركنجي موجودة في جدار البطينات حتى القاعدة. وفي خلايا عضلية جسمية تتفعل بعد ما تتنبه بعد ما ينتقل التنبيه من خلية يخلص تنبيه الخلية ننتقل لخلية أخرى هي خلية أولى عضلية جسمية. عضلة القلبية في شيء 200 تريليون خلية. SR-node هي بتولد النبضات الكهربائية الطبيعية تنتقل من الأذينات تتنبه في الأذينات ثم تنتقل حزمة هيس والياف وركنجي ككامل البطينات. سرعة النقل طبعا مجموعة حكي فيزيولوجيا سرعة النقل بين العقدة الجانبية الأذينية والأذينية البطينية 5 سنتيمتر في الثانية. سرعة النقل في الألياف العضلية الأذينية البطينية أعلى 80%. سرعة النقل في ألياف بوركنجي وهي ألياف قوية فيها كهرباء هي 400. مجرد أرقام يعني بالرغم من أي تشريح للكهربائية فالجهاز الناظم الكهربائي يتألف من SR-node العقدة الجانبية الأذينية موقع التشريح مطلوب توضع في القسم العلوي للأذين اليمنى مثل ما شفناه على الصورة عند مصب الأجوف العلوي. سرعة النقل فيها 60%. إيش الرقم هذا رأيكم؟ عدد الأجوف هذا النظم الطبيعي نبض الإنسان الطبيعي فبالتالي سموها العقدة الناظمة للعضلة القلبية لأنها تعطينا نبض الإنسان الطبيعي من 60%.
بعض الافي نود موجوده تحت الشراف في الجهه اليمنى من الحاجز بين الاذنتين قرب الصمام ثلاثي الشراف. لما بيصل التنبيه للافي نود في فتره التاخير عشان البطينات تجهز حالها للكهرباء. فبيسمح لنا انه الصمامات اللي مسكره في اثناء الدوره الدمويه او في اثناء الاستكول الانقباض تنفتح، والصمامات في مرحله الانبساط تتسكر. سرعة الناقل في العقد الأذنية البطانية 40 إلى 60 ضربة في الدقيقة، أي أقل الأرقام 60 40 40 60. حزمة هيس باندل طولها 2 سم تتفرع إلى الليفت ورايت. والأخصام بحزة تعطي في لون فروع أكثر من الحزم، يعني سموها أقسام أمامية وخلفية. سرعة الناقل فيها ضمن الألياف 20 إلى 40. هذا الجهاز الناقل الكهربائي للعضلة الأذنية. احنا من ضمن الاسئله اللي سالناهم السنه الثالثه طبعا لقيناها احيانا بنخرج يعني بسرعه النقل ارقام بيهموا كثير القلبيه، قد ايه سرعه النقل للعقل الاذيني البطينيه؟ لازم نعرف ان النقل الاساسي هو النقل الجيد من 60 للمية. نودا اتريال فنتكرر نودا اس باند اعطي في فيديو ثاني اعطي سرعه يعني بالنظم 100 طيب اعطي ثاني 60 شلون سرعه النقل يعني لانه عندنا فتره تاخير النقل راح يخف كلما بعدنا عن عقده الجليد الاذنيه فتكون عندنا فترات تاخير تعطينا بطء في النقل لكن النظم الطبيعي هو نظم جيد نظم ماشي هذا التاخير هذا بيكون تاخير فيزيولوجي ولهذا بتكون في سرعه النقل ضمن هالالياف هي بطيئه قياسا عن الاس ار قصدي دكتور هي مو عم تبلش من العقليه الجانبيه نعم لما تجي على العقليه الثانيه عم بتقلل النقل والدفعه اللي بعدها يعني عم بت جماعه بالمكان انه مثلا ما تضيع دفعات هلا هي لما بصير عندنا تنبيه الاذينات انا خلصت تنبيه الاذينات بنقل جيد كامل بهالسرعه هاي بنتقل للبطينات النقل بالبطينات بيرفع النقل في الاذينات حسب تركيب الالياف الموجوده هون ولهذا عندنا النقل الاذيني بيكون اعلى النقل البطيني لا اقل بيفرق الارقام هيك موجوده بصراحه لكن والنقل هيك بيكون حتى نحن بنشوف التقديريه هيك اما ليش مثلا هون اسرع هون اقل ممكن تركيب التشريح ممكن بعد تفضل يعني خلصوا الاذينات وتدخلوا في الاذن فاجبار تكون السرعه اقل هاي المواقع التشريحيه اس ار نوت والآبي نوت قسمة فيز والليفت والرايت بالأقصام وآخر شيء ألياف غوركنجي طبعاً ألياف غوركنجي موجودة في المنطقة العضلية من البطين الأيمن والأيسر تنتقل التنبيه آخر شيء اللي قاعدة البطينات قاعدة البطينات في العادة طبعاً هذا كمان رسم عم نشوف التنبيه شلون من الإس آ نوت ونحن عايزين الآبي نوت حزمة فيز باللون الأزرق بعدين عندي الرايت باندل برانش والليفت باندل برانش كل واحد يتفرع الحزمه اماميه وخلفيه اف بي اف وال ار اف انتيور وبوستيرور اخر شيء الياف وركنجي
لما هون عم بوضح لها ان الاشي هي الاس انود اشي التعطيلي النقل هذيني والنقل ما بين البي والكيو ار اس هو بي ار. اشو البي ار اشو الكيو ار اس اشو الكيو ار اس بحطنا على التخاطيط. هون محور الموضوع اللي عنا هذا بس هيك رسم طبعا هالنقل بيكون بكمون راحة كمون عمل خاتوه الفيزيولوجيانتو شلون بينتقل التنبيه شلون بيتولد كمون الراحة والعضلة القلبية انت بتكون فيها إزالة الاستقطاب وفرط الاستقطاب فيزيولوجيا راح احكيها بصورة توضيحية خطير طبعا هلا نحكيها بصورة انا عندي هالرقم هالشكل المستطيل هو خليه عضليه ضمن العضله القلبيه اي تنبيه خارجي السهم اي تنبيه خارجي لاي خليه راح يسوي لي شيء اسمه ازاله الاستقطاب ازاله الاستقطاب شو يعني ازاله الاستقطاب يعني عن كيف يصير ازاله الاستقطاب عن طريق تبادل شارج احنا ايش هي الشوارد الموجوده داخل الوسط الخلوي والشوارد خارج الخلوي داخل الخلوي ايش موجود بوتاسيوم خارج الخلوي و كالسيوم وجدار الخليه بيكون في حاله استقطاب اجانا تنبيه خارجي لما اولد كمون عمل العضله القلبيه في حاله الرحم بتكون كمونها ناقص 90 بين ال 120 انا بدي ازاله بدي عمل يعني فلازم اسوي تبادل شرطي تبادل شرطي الشرط الاساسي المسؤول عن ازاله الاستقطاب هو شرط الصوديوم موجود داخل الوسط خارج الخليه الشرط الايجابي انا لازم ادخل الصوديوم ضمن الخليه وبالمقابل ايش البوتاسيوم طيب انا دخلت الصوديوم عم بكون في المرحله الاولى العضله القلبيه او الخليه في حاله كمون راح ناقص 90 ملي فولت لما بلش ادخل شوارد الصوديوم شوي شوي توصل لمرحله انه اوصل لازاله الاستقطاب التامه وهي مرحله 2 3 الذروه هون دخلت كامل شوارد الصوديوم لكن انا لسه عم بطلع البوتاسيوم شوي شوي المرحله الثالثه فتحت قنوات البوتاسيوم وخرجت قنوات البوتاسيوم بشكل كامل أعطاني إزالة الاستقطاب. أنا بدي إزالة الاستقطاب لفترة زمنية. إيش سواء استقطاب. لازم أحاول يعني لازم تكون عندي الخلية في فترة عمل لبضع أجزاء من الثانية. اسمه السواء الاستقطابي. الشرط المسؤول عن السواء الاستقطابي هي شرط الكالسيوم. فبفتح قنوات الكالسيوم بدخل شرط الكالسيوم بحافظ على القبة السوائية أو السواء الاستقطاب. أعطاني كمون العمل. رسم لي الموجات البي والكي والار اس اللي راح نشوفها بالتخاطيط خلصنا من زوال الاستقطاب بدي اساوي استقطاب الخليه يعني بدي كمون راحه ابلش افتح القنوات ادخل البوتاسيوم واطلع الصوديوم والكالسيوم فالتعبير الدقيق في الفيزيولوجيا هاي انه بيعمل يكون تبادل شاري ما بين الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم دخول الصوديوم وخروج البوتاسيوم مرحله ثانيه دخول الكالسيوم اخر شيء يخرج البوتاسيوم يخرج الصوديوم اسف يدخل البوتاسيوم طبعا هو حكي فيزيولوجي مولاي بس لازم نفهم طيب كلياتنا هلا بندخل بعد نبدا المحاضره كلياتنا شفنا تخاطيط والتخاطيط فيه مساري هالمساري رسمناهم شفناهم قدامنا حدا رسم او قرأ ورق التخطيط كليب ولين تشيس مساري اليوم هي بصراحة حدا قرأه؟ طيب بعض اشتكيني هذه شيل الموبايل ضروري التخطيط الرسم هاي تنحط في مخيلتنا مشان ما ننسى. أجهزة التخطيط هلا رح أرجع أجهزة التخطيط اللي شفتها بالمشاريع في عمل أجهزة تخطيط أحادية في ثنائية في ثلاثية في سداسية حسب أنت ما
تكون الشركة المصنعة تعطينا جهاز تخطيط. كل جهاز تخطيط له مساري طرفية، في عندنا مساري صدرية، في مساري أبعادية القطب، مساري زمنية القطب، في عندنا مساري تشيس بين أو الصدرية أو الأولى الطرفيات يعني القمية أساساً. المساري ملونة في ألوان مكتوب عليها أرقام تعبر كيف نحط الليب أو الليم على جزار الصدر أو نحطه على الأطراف. مجموعة من المساري لازم نعرفها. في عندنا أوراق التخطيط، لازم نعرف أوراق التخطيط قديش هي المربعات، قديش مثلا ناخد المربع الكبير والصغير، شد السرعة في الثانية، في الملي ثانية، وقديش بعبر كل واحد بالفولتاج، كله لازم نفهمه اليوم. بنسمى الجيل مادة هرمونية مشان نحط الليتا. طيب رح ناخذ جهاز تخطيط. جهاز تخطيط بيطلع الكهرباء من الجسم بسجلها على الأوراق. هلا بواسطة مساري اسمها الكترود. طبعا خطوها في عندنا مساري حريق القطب ومساري حريق القطب ومساري صدري أو قمي. مساري حريق القطب تمر بين الذراع الأيمن والذراع اليسار بنسميه لي واحد. اسف لا حريق القطب أ بي أ الذراع الأيمن. في عندنا الذراع اليسار أ بي إل، في عندنا القدم اليسرى أ بي إف. في عندنا مساري حريق القطب هي محصلة ما بين الأطراف، ما بين اليد اليمنى واليد اليسرى بنسميه لي واحد، ما بين الذراع الايمن والساق اليسرى بنسميه اثنين ليد اثنين، ما بين اليد اليسرى والساق اليسرى اسمه ليد ثلاثة. هاي اتجاه نقل الكهرباء، هلا بنوضحها بفترة أخرى. هي اسمها مساري أحاديث القطب ومساري ثنائية القطب. إذا عندنا A B R right A B L A B إف، يعني ليد واحد اتجاه الكهرباء، ليد اثنين وليد ثلاثة، ليد اثنين وليد ثلاثة. هاي مساري ثنائية القطب. في عندنا مساري تشيس صدريات أو حد. هاي المساري وين تنحط؟ حتى على الجهاز التخطيط لون أحمر أصفر أخضر، إشارة الموج أحمر أصفر أخضر. في عندنا الإن مخرج كهربائي نائب الكهرباء محطوط على القدم اليمنى. إذا الإشارة أحمر أصفر أخضر A V R A V L A V A، والإن مخرج كهربائي. هذا الرسم كمان نفسه. مساري الأفقية أو الصدرية، في عندنا الفيات V واحد والبي 2 3 4 5 6 في 1 بالعادي والمحطة الرابع أيمن القص لو استصلح ثاني غرفة ثاني قول والرابع أيمن القص بي 2 غرفة رابعة أيسر القص بي 3 بين 4 و 5 وزي 4 البي 5 على خط البي 4 على الغرفة الخامسة خط النصر بي 5 للغرفة الأمامية وبي 6 خط النصر يكتب لك العملي لا بيحطوا ورود ولا شيء، حتى اشتغل هذا غلط، بيعطيك كهرباء، لكن بيعطيك كهرباء بس ممكن تاني، ما عندك خرب البورطات اكيد، خرب الساعة. بدون وعد، هيك على شلون بتعد؟ انا حالا مستدعي. هيك مباشر؟ لا هلا نحن بالمشفى عنا البنات اللي خططوا عنا بنات معلمينهم خلص بياخذوا زاويه كيس مباشره بياخذوا ورق ثاني ثالث ورق ما تبي حلو للسرير واحد بكون حلو للسرير ورق واحد ورق واحد ما لعب خلص زاويه كيس ورق ثاني ثالث رابع رابع في واحد ما بدهم في اثنين ثلاثه اربعه منتصف الدربور خط الدربور الامامي خط الدربور المتوسط. هذول بروتوكول يعني انا بشرف عليهم بشوف احيانا حسين بيجي خلينا نشوف شو عم بيحطوا الصبايا جهاز تخطيط مباشرة مسوي جس وهني ممرضين سنة أولى ورد بنزل هذا الحاد العلمي هذا العلمي شو بدك بالحكي يعني
ولما بكره بتجي لعنا بتخطط الا خطط سريع يعني ما بسمش. طيب هي مساري افقيه صدريه بتطلع على قلبي بنقطه محدده في مساري وحده القطب بشوفها من جهه، في مساري ثنائي القطب بشوفها من محور. ليش نحن بدي كل هالمساري هاي؟ انا بدي ارسم القلب من 350 درجه، لازم اشوف القلب بكل الاتجاهات، لان انت عم تتعامل مع عضله حساسه اي مشكله فيه بتخرب الدنيا. فلهذا جهاز التخطيط بيطلع على القلب من كل الاتجاهات، من فوق بصور، من اليمين بيطلع عليه، من الخلف، من تحت، من اليسار. فكيف انا بصور القلب من الخلف؟ مساري خلفية. مساري خلفية يعني مساري في 7 في 8 في 9 في 7. نحن وين انتهينا؟ خط الناصر، خط الناصر بالضبط. اي ورق في 7 كمان على الورق الخامس، خط كمان الشيء ورق خامس، الورق بيمتد من هو لنص العمود الضائع. في 8 كمان على الورق الخامس على زاويه كتف. في 9 كمان على الورق الخامس بجانب العمود الفقري او الصدري. هذول مساري اسمه مساري اضافي. انا بهذا انا شفت القلب يمين يسار تحت وشفته من الخلف. طيب انا بدي اشوف القلب بس من الطرف الايمن. بدي مساري يمنى. مساري يمنى في 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 حركه واحده. انا عندي المساري محطوطه جدار الصدر في 1 2 3 4 5 6 بشيل الفي 4 بشلفها مكانها في الطرف الايمن باخذ لي مساري يمنى، او بطلب المساري بحط في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 في 6 بشوف القلب من البطين الايمن فقط. بامكاني هلا بفرجيكم اياه على الصور. بشيل بس الفي 4 احيانا بكون 3 كمان فبنسميه رايت في 4 رايت في 3 بشيلها من هون بحطها مع قبيله، او بقلب المساري كلها بعطيني مساري يمنى. فينا نقسم القلب بتقسيم علمي، وهذا التقسيم اللي بدنا كثير. مساري يسرى، مساري يسرى، مين بيطلع القلب من الطرف الايسر بعد ما عرفنا احاديه القطب المساري وثنائيه القطب والصدريه؟ مين بيطلع القلب من الطرف الايسر؟ اول واحد شو؟ ليد واحد، ليد واحد بيطلع القلب هيك. بعدين في عندك ا في ال، ا في ال كان هون كان طلع القلب اليسار، وعندنا مين بيشوف القلب اليسار؟ في 5 وفي 6، فهي اسمها مساري يسرى. يعني لازم احفظ التصنيف هذا، مو احفظ التصنيف الروتيني مالي، لا هذا التصنيف. اذا مساري يسرى بيطلع القلب من اليسار عندي ليد واحد ا في ال وفي 5 في 6. انا ليش يهمني هالتقسيم هذا؟ يهمني مشان الشريان المصاب، لما يكون عندي جلطه تحت شي عضله قلبيه بسكر اين الشريان اللي هي الايسر هاك لاحقا. فلما بيرتفع الاس تي على هالمساري هاي بعرف انه في عندي الطرف اليسار مصاب على القلب. في عندي مساري السفليه بتطلع القلب من تحت اوكي اثنين وثلاثه. مساري يمنى شوف القلب بس من الطرف الايمن، اذا هن في 1 في 2 في هلا هو. مساري كميه تمت القلب لا تعرف. فهذا التصنيف هو تصنيف اساسي لازم نحفظه، نوسع عليه الفحص. ايش هي المساري اليسرى؟ اللي 1 2 3 4 مساري يمنى سفليه. فلما يكون مثلا عندي اصابه الفيرور الشريان السفلي يكون عندي الليدات بتتاثر 2 3 4 5. لما يكون عندي في الجانبي رح ناخذه لاحقا لترا ما عندي ليد واحد هذا 5 6. لما يكون عندي اصابه في الشريان الامامي او ارتشاء امامي يعني انتيرور 3 3 4 يسار ارتشاء على مستوى الحجاب 6 يكون عندي على ليد واحد ما بين هذا بناخذه من الارتشاء. لكن نزلناه هون لعرف المساري اليسرى والمساري اليمنى والسفليه. في عندنا مساري خلفيه مثل ما ملاحظين 7 2 9 خط الهبوط الخلفي اسفل العمود البطني العمود الصدري. في عندي اذا كان عندي بس تصور البطنين اذا فيه
الاشياء بس في اربع بشيله بشتفه مع عبيد على الطرف الثاني مثلا كم ساعه تقريبا بيعطيني مساري اشياء طيبه. طيب كيف اللي طلعت تسعه من ساعه الصبح نظره سريعه لا 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 طلع كيل مثلا هلا تفهموا كل هذا انتوا اخذتوا هذا بالتزوج بس عم نحكي لهيك بصوره سريعه خلينا ناخذ تخطيط القلب هلا تطلع الكروته بدي ارجع على رسمتنا خلينا ناخذ الرسمة هاي ونركز شوي عليها بذات الاستقطاب بذات الاستقطاب الأذينة خلي بذات الاستقطاب الأذينة اليمنى الحقة الأذينة اليسرى تعطينا محصلة على جهاز التخطيط هي موجة اسمها موجة بي بي وي إزالة استقطاب الأذينات بيكون بالعرض من قمة الأذينات محيط الأذينات اثنين يمنى يسرى محصلة باتجاه محور القلب. خلينا نشوف رقم واحد على ورق الخط على الرسم رقم اثنين ورقم ثلاثة ورقم أربعة. لاحظ كلمة كل إزالة الاستقطاب باتجاه محور القلب أو محصلة القلب أو باتجاه كهربائية القلب باتجاه القمة بعطينا على ورقة التخطيط موجة إيجابية كيف إزالة الاستقطاب أي جزء من العضلة القلبية يكون باتجاه الكهربائية النهائية باتجاه محصلة القلب أو محور القلب إحنا نحفظ باتجاه محور القلب بيعطينا موجة إيجابية كل بذات الاستقطاب بيكون بعيد عن محور القلب او عكس محور القلب بيعطينا موجه سلبيه كل ازاله بتكون قريبه من المحور او قريبه اسف من الليد بتعطيني موجه ايجابيه كل ما بعدت عن الليد بتعطي موجه سلبيه في عندنا شغلتين لازم نفهم اذا كانت الازاله باتجاه المحور باتجاه المحصله فهي ازاله استقطاب ايجابيه على ورقه التخطيط واذا كانت ازاله باتجاه الليد جاي مع الليد تعطينا موجه ايجابيه بس بعدت عن الليد موجه سلبيه فلازم نربط الثنتين سوا مو بس المحور مو بس المحور لازم نربط الليدات اللي بحطها خلينا نبلش باول ازاله استقطاب الاولى البي وين ليش عم تطلع البي ايجابيه في الليد واحد نفهم الليد واحد ليش عم برسم بهالشكل B Q R S سلبية T B Q R R لهون S T لا إيش إيجابية في الليد واحد أنا بقول B ذات استقطاب الأذينات رسم الأقسام رقم واحد إزالة استقطاب الأذينات تجاه الإزالة مع مين؟ مع محور القلب طيب تحت رسم موجة إيجابية خلينا نشوف إزالة استقطاب على المسرع الليد واحد وين كان اتجاهه؟ بهالمحور هذا مثل ما رسمته حاليا بهالاتجاه الاتجاه هذا عندنا المحصلة كانت ما بين 120 وال 30 تقريبا ضمن المحور او ضمن محصلة كهربية القلب فبقينا موجة ايجابية اذا الليد واحد اعطتنا بي ايجابية
لانه ازاله باتجاه المحور وباتجاه المسرح نيسر، فهذه محصله ايجابيه. ننتقل على الكيو. الكيو تعبر عن ازاله استقطاب الحاجز. انت بس لازم احط ملاحظه، انت بشوف في الكيو اي مسرح، اي مسار بشوف كيو طبيعيه، مسرح ليد واحد RVL V5 V6 هاي شو اسمها مساري؟ بس اشوفها نظامية في المساري اليسرى، بقية المساري ما بشوف الكيو، بس شفت الكيو ما عندي عندي مشكلة. فبحط الملاحظ هاي اللي بمشي ليد واحد معناته لازم اشوف الكيو. هاي شو إزالة استقطاب الحاجز. إزالة استقطاب الحاجز يبدأ من اليسار إلى اليمين. ليش؟ لأنه كتلة الكهرباء في الطرف الايسر للياب بورتنجي اكثر من الطرف الايمن، فتعطيني كهرباء من اليسار لليمين، من البطين الايسر للايمن، من ليفت باند رايت باند. يا ترى هل الازاله هي مع محور القلب ولا عكسه؟ عكسه. طيب خلينا نشوف الليد. الليد واحد لوين اتجاهه؟ ايه كهربائيا، كهربائية ذات الحجاب لوين رايحه؟ يا المحور عكسه، تعطيني موجه سلبيه. هلا والله انا بعد الجامعه ماني خلاص مسافر، انا بروح على كل شيء. عرفنا ليش الرسمه الكيو سلبيه؟ ليش الرسمه الكيو سلبيه بالليد واحد؟ لانه ازاله الاستقطاب الحاجز صاير هيك وعكس المحور اعطينا موجة سلبية. طيب خلينا نشوف الليد. الليد واحد رايح ازاله الاستقطاب جاية هيك في المحور، فلذلك رسم السلبية في ليد واحد. خلصنا من البي والكيو. خلينا نزرع رقم ثلاثة. رقم ثلاثة ازاله استقطاب البطينات. ازاله استقطاب البطينات هي الكهرباء الأساسية بتكون في البطينة اليمين والأيسر، والإزالة بتكون لوين؟ للأسفل باتجاه المحور. إزالة استقطاب البطينات أول شيء بصير عن إزالة استقطاب البطين الأيمن، وهو بيعبر عن كهربائية القلب بشكل عام أكثر من الأيسر. طيب أول موجة إيجابية بعد الكيو هي موجة R. الR ازاله استقطاب البطين الايسر بالتحديد، لانه هو اخذ كل الكهرباء وكبير في الليد واحد. خلينا نشوف الليد واحد. ازاله الاستقطاب رقم ثلاثه مع 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 المحور، اعطيني موجه ايجابيه كبيره. عرض موجه كبيره هذه ار لهم. طيب ازاله الحاجز بين البطين، ازاله المسرح، المسرح راح يكون الليد واحد هيك بيراقب مع محور القلب ولا لا؟ او باتجاه كهربية القلب؟ بعطينا موجة ايضا ايجابية، فربطنا الاثنين سوا وطلع عندي موجة ار ايجابية. الاس تعبر عن ازالة الاستقطاب البطين الايمن والجزء الاخير من قاعدة البطينات، وهي الرقم اربعة. اتجاه الازالة عكس محور القلب. بتعطيني موجة. خلينا نشوف الإزالة. الإزالة هاي صار لفوق والمحور لتحت، أعطتني موجة S سلبية. طيب المسرة، المسرة اللي واحد هيك كهربائية وهي مع المحور كمان عكسه. طيب ربطنا الحين مع بعض إزالة استقطاب سلبية. فنحن من خلال الرسمة بالأرقام 1 2 3 4 بنعرف إنه الـ V إيجابية، لأنه إزالة استقطاب الأذينات صاير باتجاه المحور ومع المسرة بتعطيني بي ايجابية. الكيو سلبية إذا كان استقطاب الحاجز هيك رايح والمحور هيك واللي رايح هيك عكس، بتعطينا كيو سلبية. الار ايجابية إذا كان استقطاب البطين والايسر، اثنين محصلة الايمن والايسر لكن الايسر اكثر، اما محور القلب ومع المسرة بتعطينا ار ايجابية. الاس إذا كان استقطاب عكس لفوق الجزء الاخير من البطينات حتى قاعدة البطينات، زاد استقطابها هيك
عكس المحور وعكس اللي خطط الموجي سلبي. فكل تخطيط بشوف عندي اللي واحد ايه الشكل هذا على تخطيط لون. انا اذا جيت على التخطيط شفت اللي واحد ايه الشكل هذا إذا شفتوا هيك مثلا B Q R S T في عندي غلط، في عندي مشكلة كهربائية في النقل. عم بشوف ال R صغيرة وال S مسيطرة، معناته ضخامة الطينية ممكن يكون عندي فيه ضخامة، ممكن في عندي انحراف محور واحد، ممكن يكون عندي انقلاب مساري، ممكن يكون عندي ضخامة وطين أيضا، ممكن عندي مشاكل أخرى ما طورت فيها رأس الاكتشاف. أنا لازم أعرف إنه هذا الطبيعي، بس فتحت هيك وشفت الشكل هذا طبيعي. إذا ما شفته في مرض. خلينا نشوف الليد اثنين، الليد اثنين أخو الليد واحد. الليد اثنين، الليد اثنين وين كان تجاوب؟ من اليد اليمنى لي خذ المشرب واتجاهه مع مين؟ برايك ايش حتكون الكهربائية؟ ايجابية كلها ايجابية. ازالة الاستقطاب الوديانات معه، ازالة الاستقطاب الحاجز ما بيرسم لان الكيو تطلع فقط على اليد واحد، ازالة الاستقطاب البطين الايسر معه، ازالة الاستقطاب قاعدة البطينات عكسه. فراح نرسم اليد اثنين عشان ما عندنا حكي كثير يعني. الليد الثاني بهالشكل B Q ما راح نشوف ال U ناس ناس A S T نفس. وعرفنا ليش هذا إيجابي وهذا إيجابي وهذا للسلبي. طب نجعل A V F A V F من اليسار إلى اليمين اتجاه الكهربائية مع المحور، لا تعطيني الموجات كمان إيجابية. بالعادة بالآفية أحيانا تعطي موجات إيجابية أحيانا تعطي سلبية، لأنه صار هو على 120 تقريبا قريب من نهاية الكمون، يعني تعطيني موجات بشكل عام متوازنة B A A شوية S Z T. لكن إذا شفتوا هيك طبيعي طبيعي لأنه صاير باتجاه محور القلب. عرفنا المساري هاي اليد واحد اليد اثنين اليد ثلاثة شو اسمها هاي المساري هذه تفضل. وعرفنا ليش كلها ياتا إيجابية البي والآر ليش إيجابية والإس ليش إيجابية والكيو ليش سلبية باليد واحد، لأنه زلات الاستقطاب بتكون تقريبا مع محصلة كهربائية القلب. طب خلينا نرسم المساري الثاني عار في آر. الكيو باللود الثاني ما تطلع، ما تطلع بس بالمساري يسهل آر في آر A V A وين كان؟ يمين. عم يطلع على العضلة القلبية هالطرف هذا، العضلة القلبية جاتني ما هي. عم يشوفها من الطرف هذا. إذا هذا الاستقطاب الـ A V A وين الـ A V A؟ فوق عند الناقص. كهربائية من هذا الاتجاه وكهربائية العضلة المحور لوين؟ تحت. برأيك الإزالة هي مع المحصلة ولا عكسها؟ عكسها. مع المسرة ولا عكسه؟ المساري تكون كلها شو؟ سلبية. يعني البي والآر والإس والتي كلهم سلبية. المسرة الوحيدة اللي يكون فيه المساري كلها سلبية. بي كي ما في آر إس تي. ليش؟ لأنه وين صار في آخر الدنيا؟ في اليسار. فتطلع عندي المساري كلها سلبية. فلازم أشوفه على التخطيط. بمساري كله تحت خط السواء. إذا شفت B إيجابية مشكلة كبيرة، وإذا شفت T إيجابية مشكلة، وإذا شفت R لفوق معناته في عندي مشكلة. لازم كلها تكون لتحت. طيب الـ R V F وين كان؟ تحت. برأيك وين كهربائيته؟ مع المحور ومع المسرة. لازم تكون كلها إيجابية. الـ B R S ما بديش. طب الـ A V L وين كان الـ A V L؟ يسار. الـ A V L الـ A V L صار قريب من محصلة كهربائية القلب، لأنه هي محصورة الكهربائية ما بين 120 و 30. فهو الكهرباء بتكون
عطيتش قريبة على المسرح وبعد عن المسرح، فجاية من بعيد باتجاه المسرح، فتعطيني مسار، وبعتبرها قريبة من محطة الكهرباء القلب، فتعطيني مسار إيجابي ومسار سلبي. الإيجابية دوما درجات الاستقطاب هيك مع المسرح ومع المحور. الآن أنت ليس وكيو موجود كيو عكس سلبي جبار. هذا أوفي إف لتحت، أوفي آر لفوق، ليد واحد ليد اثنين ليد ثلاثة. صعبين هذا المساري. قياس على الرسمة ما بده شيء، بس سوي إسقاطات لحالك، سوي إسقاطات مع المسرح مع المحور، تعرف التخطيط الطبيعي. طيب خلينا نشوف المساري تشيست نفس، مساري التفقية الصدرية، شلون ترسم؟ ليد الثلاثة نفس الأوفي إل. ليد الثلاثة ما بين ال 120 و 130 هو صار على 120، فالمساري نص إيجابية ونص سلبية، يعني الآر قد الإس والبي إيجابية، الآر قد الإس والأوفي إل، الآر قد الإس والبي إيجابية، لكن الأوفي إل في بي يو باعتبار إنه مسرح أيس. طيب خلينا نشوف المساري تشيست ليمس. أنا أدرس العضلة القلبية بهالشكل هذا. العضلة القلبية متوضعة في منتصف الصدر، متجهة إلى الأمام والأسفل واليسار. طيب نتابع العضلة القلبية هي ما بين الورم الثاني إلى الورم الخامس حسب الإنسان إذا كان طويل ضعيف سمين. بهالمحورة جاءت معي ال V1 وين حيطلع لك؟ الورم الرابع أيمن الخاص. ال V1 بيطلع على القلب بيطلع من نقطة واحدة، بيعتبرها مراية عم بشوفها بس عم بيرسم نقطة واحدة. عم بيطلع القلب من الطرف الأيمن. طيب إيش عم بشوف من الطرف؟ إيش عم بشوف ال V1؟ عم بشوف الأذينات بشكل عام. أي أذينة عم بشوفها أكثر؟ اليمنى. اليمنى. واليسرى كمان. طيب خلينا نشوف ال V1، ال V1 اتجاه هون مضبوط، ال V2 اتجاه هون، ال V3 اتجاه هون، ال V4 اتجاه هون، ال V5 ليس. خلينا نشوف كل واحد شو عم يشوف القلب من زاويته. إزالة استقطاب الأذينة اليمنى والأذينة اليسرى بشوفها ال V1، برأيكم إزالة الاستقطاب الأذينة اليمنى مع نظرة الـ V1 مع مسرى الـ V1 ولا بعيدة عنه؟ مع عم نشوفه هو قبل الـ V2 أصلاً، عم بشوفه باتجاهك، يعني إزالة الكهرباء باتجاه الليم، فبيعطيني أول جزء إيجابي V1، أول جزء إيجابي من الـ B. طيب الأذينة اليسرى عم تكون الكهرباء بعيدة عن الـ V1، عم بيعطيني الجزء الثاني من الـ B سلبية، لهذا بشوف الـ B ذات طورين في الـ V1. الطور الأول إزالة الاستقطاب الأذينة اليمنى، والطور الثاني إزالة الاستقطاب الأذينة اليسرى. فالـ V1 عم بشوف الأذينة اليمنى أكثر من اليسرى، والكهرباء جاية والكهرباء باتجاه مسرى الـ V1 بيعطيني طول ايجابي، لكن الفي واحد اطلع اذن المسرى بعيد، الكهرباء صارت بعيده عن المسرى لانه هو صار الفي واحد تقريبا هون بهالنقطه هاي، فبقول اذن اليمنى صار هيك بهالنقطه هاي، فبياخذ اذن اليمنى اكثر من المسرى والكهرباء باتجاه المسرى، فبيعطيني الفي واحد، بيعطيني الجزء الاول من الاذين اليمنى موجه ايجابيه. هاي كلها يا تربيب الجزء الاول هاي كلها بي، الجزء الأول إزالة استقطاب الأذينة اليمنى، عم يرسم موجة، عم يرسم موجة إيجابية تقريبا لأنه الـ V1 صاير فوق الأذينة اليمنى، عم بيعطي الكهرباء مع المسرى، لكن الـ V2 بعيدة، للأسف الأذينة اليسرى بعيدة عن الـ V1، عم تعطيني كهرباء سلبية فأعطاني طور سلبي. فالبي نحط ملاحظة البي ذات طورين في V1،
الطور الاول الاذين اليمنى والطور الثاني الاذين اليمنى. خلينا نشوف ذات الاستقطاب الار ذات الاستقطاب البطين الايسر. طيب هذا البي واحد ذات الاستقطاب بشكل عام للبطين ذات استقطاب الار يعني البطين الايسر هي محصلة البطين لكن البطين الايسر اكثر. خلينا نشوف بشكل عام المسار الجانبية الكهرباء وين موقع المسرح بتعطيني كهرباء لانه يعني مراية صغيرة بشوفه بعيدة البعيدة عن الليد بعيدة عن الليد بتعطيني كهرباء قليلة كهرباء قليلة الآن وقلم قليل بتعطيني كهرباء قليلة الآن موجة إيجابية لكن صغيرة لانه هالليمب هذا عم تجيب كهرباء وعم يرسم كهرباء بعيده عن محوره بعيده عن فولتاجه فبعطينا شيء قليل بالار. الاس الاس ايش كانت؟ الاس ذات الاستقطاب الجزء الاخير من البطينات حتى قاعده البطينات طيب الجزء الاخير ذات الاستقطاب قريب كثير من الليمب يعني ذات استقطاب هالمنطقه هاي بينما الار ذات استقطاب المنطقه هاي الصغيره. إذا كان الاستقطاب هالمنطقة هي قريبة من الـ V1 أعطيني مسرع أعطيني مسرع مسيطر هو الـ S أعطيني مسرع كبير هو الـ S التي عضو الاستقطاب. فالـ V1 أنا لازم أعرف إذا كان الاستقطاب الـ V جنب الـ V1 وذي اليمنى فوق الـ V1 فوق الأذين اليمنى بنصير موجة إيجابية وذلك النسبة شوي بعادتها بعطيني نسبة سلبية. الآر صغيرة لأنه الآر ذات استقطاب البطين الأيسر بشكل عام. وهذا بعيد، الأيسر بعيد عن اللين. بينما الإس مسيطرة لأنه ذات استقطاب الجزء الأخير هون. بعطيني الإس كبير جنب اللين. خلينا نشوف الفي 2. الفي 2 صار فوق الأذين اليسرى. فبس فاذا الاستقطاب بيكون مع الاذين اليسرى وما بنشوف الاذين اليمنى بتعطيني موجه دائما ايجابيه. الار الار عم نلاحظ انه عم بشوف الجزء بلش يشوف جزء قليل من البطين الايسر فبيعطيني ازاله الاستقطاب وين رسمناه ازاله الاستقطاب البطين الايسر بلش الار تزداد الاس بتنقص لانه يعني صار بهالموقع هذا يعني صار يشوف كهرباء البطين الايسر. إيه هو هون المشكله. هلا ما بشوف الشباب. بالعكس تحت تضغط على تحت. الطاوله على الطاوله سوي هيك دقه وسوي على الطاوله. طبعا جدد هذول لا على كل على كل يعني هو موضوع كبير الجزء الأخير من البطينات فوق المحور فوق اللينك
موجود سلبية في. فعندي هاي بي ذات باورين مرة سلبية صحيح؟ هاي بي هاي كلها بي طيب هاي بي واحد البي اثنين كبرتي هلا صار عمود الاستقطاب ما راح تتعب طبعا جميل بحكي بس على البي والكيو ار اس عمود الاستقطاب حكي اخر البي اثنين البي اثنين صار فوق الودان اليسرى بيعبر عن ذات استقطاب الودان اليسرى بشكل عام ايجابي الار عم بشوف انه الفي 2 بلش يشوف جزء من البطين اكثر من الفي 1 بلشت الار تتطور فتعطيني موجه ايجابيه لكن اكبر من الفي 1 والاس هو بالعاده القاعده بعده عم بيرسم الاس مسيطر بعده عم بيرسم الاس مسيطر خلينا نشوف الفي 3 و4 خلينا نشوف الفي 3 والفي 4 وين صاروا هذول؟ صاروا هو 3 و 4 3 و 4 3 و 4 عم بشوفوا بعضهم عم بشوفوا الودينات بعضهم عم بشوفوا الودينات وزارة استقطاب الودينات معهم بعطيني موجة إيجابية الآر عم بلاحظ إنه هن صايرين صايرين عم بيرسموا الطرفين سوا إزالة الاستقطاب البطين الأيمن والأيسر عم بيرسموا قاعدة البطينات وقمة البطينات تساوي الار مع الاس ار اس تي الفي 3 والفي 4 خلينا نشوف الفي 5 والفي 6 الفي 5 والفي 6 هذول شو كان اسمه مساري لازم يكون في عندي بي لازم يكون عندي كيو عم يشوفوا بي اذا استقطاب البي ايجابيه كيو عكسها عكس المحور كيو الار عم بشوفه بشكل عام البطين الايسر عم بشوفه الار اكثر الار المسيطر للبطين الايسر ار المسيطره الاس القاعده هي الجزء الاخير من البطينات هي بلشت تقل باتجاه المسرح اعطيني الاس صغيره عم بجي على البي 6 شوف ار مسيطره الاس صغيره في شيء اسمه تناغم الار اس هاي تناغم الار اس ار صغيره في البي 1 ار مسيطره في البي 6 اس مسيطره في البي 1 اس صغيره حتى ما بنشوفها بالبي 6 البي 6 صاير هو حتى الجزء هذا ما بنشوفه ار اس متساويين بالبي 3 بي 4 فهذا التخطيط وهي هيك اللي بنشوف الطبيعي خلينا بس نرجع بس نشمل الأفكار عشان ما ننسى الطبيعة ليد واحد ليد اثنين ثلاثة A B A A B A A B F بي واحد بي اثنين بي ثلاثة بي أربعة بي خمسة بي ستة يعني ما بحكي على الاوراق ولا على السرعات والنقل بس عم بشوف الطبيعي ليد واحد الودينات ليد واحد هيك ودينات ذات استقطاب ايجابي بي كيو موجوده ار اس تي ار مسيطر ليد اثنين بي موجوده كيو ما في ار على ار مسيطره ليد اثنين صار هيك اس موجوده تي ليد ثلاثه العكس هي اساسيه حتى الاس صغير في ار سلبي كله سلبي بي ار اس تي في ان ايجابي بي كيو ار اس تي في اف في اف صار على المحور بي ار اس صغيرة تي هذول المسار الحركة القطب الثنائي بالنسبة يا شباب شباب بالنسبة صدريات بي واحد بي ار اس تي
هيدا الطاولة يعني هاي مصيبة في اثنين بي ار اس ظهرت شوي تي في ثلاثة بي ار اس تي في أربعة بي ار اس تي في خمسة كيو ار بعد الاس موجودة في ستة في كيو ار اس حلو تخطيط النموذج هذا لازم كلياتنا انا لما بشيل جهاز التخطيط بقول لك تخطيط طبيعي طلع عنه بي موجوده جاي لي مثلا بحكي لها هيك طلع على بي اللي هو واحد او بليد اثنين وبي ذا طورين تطورات اس طبيعيه بعض الشغلات الثانيه الكيو هالشله بعد اذا في سؤال شيء على التخطيط على الورق على الرسم بدنا نمسح عشان بس نرسم كم رسمة كده. صار ما هون بالمسار الصدرية باتجاه اللين اتجاه المسة يعني بقول لك هون الفكرة أوضح إنه شلون عم بشوف المسرة الكهرباء مو باتجاه المحاور المسرة هون بيعتبر المسرة نقطة بيعتبر الكهرباء الهدف طبعا إيه عم بشوفها بنقطة هالنقطة هاي وين صار على الأجواف تلاقيها رسمة الأجواف صار على الأدينات برسم الأدينات أكثر عم بشوف النقطة بين هيك عم برسم محصلة هاي الفرق بينهم بالنسبة لأوراق التخطيط كلياتنا لازم نحكي إنه أوراق التخطيط لها معيار إلها معيار أول ما بفتح الجهاز بطلع الجهاز قديه سرعة الجهاز 25 لازم تعير 25 ملي في الثانية قديش الفولتاج 10 هذول لازم كلياتنا قبل ما نطلع على الورق او على اختراق التخطيط قدامي لانه في حين الورق بيلعب بالجهاز هي السرعه 50 50 صار عندي بطء كثير في الاخر تقول انت مريضك عنده بطء قليل جاي بيكون هو الجهاز فيه غلط او بيعطيني الفولتاج الصغير بدل 10 5 بيكون مريضك عنده جهاز تموت هو يكون مغير الفولتاج فانت بتطلع على كل جهاز بعد ما برسم التخطيط بيكتب الكل جهاز بيكتب السرعه والفولتاج كل جهاز ورقة التخطيط تقسم مربعات كبيرة ومربعات صغيرة كل مربع كبير كل مربع كبير فيه كم مربع صغير 25 كل مربع كبير فيه خمس مربعات صغيرة بالاتجاه
باتجاه الافقي والاتجاه الشرقي. سرعه النقل ضمن المربع الصغير الواحد 4% 0.04% 6 بنحفظ بالثواني. سرعة النقل بالمربع الصغير الواحد 0.04 سكند 0.04 ثانية. يعني إذا جبنا ماوس ونحن ركضي من هون لهون بدك 4% من الثانية لتوصل 0.04 سكند. طيب قد ايه سرعة النقل بالمربع الكبير الواحد 0.2 0.2 إذا سرعة النقل في المربع الكبير الواحد 0.2 ثانية، في المربع الصغير 0.04 ثانية. لما بسألك بكرة سؤال قديش عرضة يو ار اس؟ ما تقول لي مربعين صغار أو مربعين نص صغار، بتقول لي 100 ملي سكند. تحكي بالثانية. أنت خلص عرفت إنه يو ار اس عرضه مربعين صغار. مربعين صغار، مربعين ونص صغار. مربعين ونص صغار تقريباً 0.1 تقريباً 0.1 ثانية، يعني 100 ملي سكند، 100 ملي ثانية. فأنت لازم تعرف إنه من هون لهون 0.04 0.04 هي هي كيو ار اس. مثلاً فلما بجيب سؤال الامتحان إنه المركب عريض، أحيانا بدك مركب ضيق، يعني ضيق، يعني 60 ملي سكند، يعني كم مربع صغير؟ مربع نص. مربع نص. أحيانا بعطيك مركب عريض 140 ملي سكند. يعني هي بقى مربع، خمس مربع. فما تقول لي والله المربع مثلا عرض المركب مربعين نص صغار، لا انسولي نص مربع، لا تحكي بالملي سكند. كل السنه الرابعه والخامسه معلمهم على شيء اسمه ملي سكند. خلص انا بعرف سرعه النقل بالمربع الصغير الواحد 0.04 ثانيه، يعني ايش قد؟ 40 ملي ثانيه. من هون لهون 40 40 40 40 40 2 ثانية 2 ثانية 2 ثانية 40 ملي سكند المربع الصغير الواحد يعني 0.04 ثانية تقسيمها ثواني ثانية. طيب هذا واحد بالنسبة للمساوي. إذا كل مربع صغير وكبير سرعة النقل في المربع الكبير الواحد 0.2 ثانية. طيب أنا هلا بعدين بحكي عليه. الفولتاج كمان في هذا التقديم بسجل الفولتاج كل 10 ملي عمودي مربعين بار. مربعين بنشوفوا على جهاز التقديم بشكل تاج هيك. كل مربعين كبار 10 ملي فولت. كل مربعين كبار بالفولتاج 10 ملي فولت، المربع الصغير 5 ملي فولت. مربعين كبار 10 ملي فولت، هيك بيرسم جهاز التقديم. طيب هي هون تقريبا ابجديات التخطيط. كملنا من الوقت مفتوحه؟ الساعه 2 ل 10 ما عندنا شيء بعد ما عندنا شيء بعد المحاضرة. طيب بس اخر فقرة ما راح نتنقل حول شيء لأنه المحاضرة فهمية أكثر ما تكون تفصيلية صراحة. كل إنسان لو بيقرأ التخطيط بعمل له سبع مراحل. قراءة التخطيط أنا معلم السنة الأولى والثانية والثالثة وفي الخطوات الخمسة، طلاب السنة الرابعة وفي الخطوات السبعة. يعني يكون زيادة خطوتين كلياتنا لازم نعرف. أول شيء مرحلة الأولى النظم، جاي بي ولا غير جاي بي؟ بطلع في بي جاي بي، ما في بي غير جاي بي. وين بطلع على البي؟ مسرحية هيد اثنين بي واحد.
تكون أساسية. إذا جيبي ولا غير جيبي؟ يعني في عندي بي قبل كل كيو آر إس. أحيانا بشوف بي بعد كيو آر إس. ماذا حبيبي؟ وبشوفها بعدها؟ مش بتكون هاي؟ فلازم أشوف بي قبل كل كيو آر إس. مو بي بعد كل كيو آر إس. بحط عيني على كيو آر إس بشوف فيه الدم بي في جاي ما في غير جاي. وين بطلع بس رايين بحطه في العين. لد اثنين بي واحد. هذا واحد. السرعة السرعة الطبيعية من 60 للمية هذا اسمه النظم الجيبي الطبيعي. وإن النظم النقل في العقد الجيبي الأولاني من 60 لأنه هي الناظم الأساسي. شفنا بنعد في عنا طريقتين للعد نحكي واللاحقة. إذا كان النظم فوق المية 101 ساكي كاردي سرعة قليل جيبي. تحت 60 برادي كاردي بطء قلب جيبي. هذا بيكون غير جيبي. المحور محور الطبيعي ما بين ناقص 30 و 120 بطلع على مركبين الليد واحد والار في اف بطلع على الار والاس. اذا كانت الار بطلع على الليد واحد والار في اف بشوف محصلة ار اس لويك. بالعاده الليد واحد في الار لويك كانت والاف إذا كان الـ R والـ F المحصلة 2 لفوق فهو محور طبيعي نورمال. يعني المحور الطبيعي هو الأمام والأيسر والأسفل يعني محور القلب الطبيعي. إذا كانت الـ lead 1 الـ R لفوق والـ R في F الـ R لتحت أو S هي المسيطرة محور أيسر. إذا كانت الـ lead 1 الـ R لتحت والآف إف في الآر لفوق أي بس هذول الشغلتين بدنا نعملها. في شيء أعمق من هيك مو لا الانحراف الأيسر وزي ما قلنا بطين أيسر يعني الفي آر الشغل. إذا بطلع مني على الليد واحد والآر إف بشوف على الآر محصلة آر إس. بالعادة مثلا الليد واحد حطينا فيه خلى على اليمين آر إس تي شو محصلة ار اس ايجابية ولا سلبية؟ ايجابية. طيب هذا من الليد واحد ار في اف بي ار اس تي شو المحصلة؟ على البعض بشكل عام بس المحور شو صار؟ ايجابي صار محور طبيعي. اذا انا ما بدي منك شيء اذا كانت الار لفوق والاس والار لفوق في الفي واحد من ار في اف محور طبيعي. اذا كانت هي لفوق في الليد واحد والثاني الافي اف لتحت محور ايسر. اذا كان الليد واحد لتحت والافي اف لفوق محور ايمن. اذا كانوا اثنين لتحت هذا ايمن مش الجهه خلاف كبير. ما اسمع بعيده بعيده عشان هذا محور القلب. طبعاً أنا بطرح بالفحص تخاطيب بقال لك محور قلب أيمن هو بيكون أيسر. فأنت راح تطلع المحصلة تحسب تقول لي لا غلط بنطلع على المحصلة R و S في ليد واحد و R في F. إذا كان بالعادة نحن الليد واحد الـ R مسيطرة. إذا كانت الـ R أساسية مسيطرة حتى الـ R في F الـ R مسيطرة هذا محور طبيعي نحو الأمام والأسفل واليسار. هذا محور طبيعي. طيب إذا كانت الليد واحد الآر لفوق مسيطرة نظامه بينما الآر بي إف شفناه بهالشكل هذا الآر مسيطرة في الليد واحد طبيعي بينما هاي لتحت هذا محور أيسر. طبعا هو راح يكون أصغر بصراحة هو المحصلة بين هاي وهي أصابع الآر. إذا طلعنا على ليد واحد شفنا الآر لتحت والآر بي إف لفوق فهذا محور أيمن. إذا شفنا الاثنين لتحت هذا اسمه أيمن مش محور. فأنت بتشوف المحصلة وبتروح من بعض. فصار عندنا نظم جيبي ولا غير جيبي وجود بي المحور
ايسر طبيعي ايسر ايمن. السرعه كيف نحسب السرعه؟ نشوف مسافه ار انا برسم بي كيو ار اس دي اشوف قديش المسافه من هون لهون. كم مربع كبير؟ بقول 300 تقسيم عدد المربعات الكبيره. طيب ليش بدك 300؟ وين جبنا رقم 300؟ في الدقيقة، عدد مربعات الدقيقة في الدقيقة. شلون بالدقيقة؟ خلينا نحسبها. قديش المربع الصغير الواحد؟ 0.4 40 ملي سكند. مربع كبير 20 200 ملي سكند. طيب 10 25 مربع 5 ست خمسة واحد. انا بدي بالدقيقة كم شو اسمه كم مربع كم قلت قديش بدي خمس مربعات ولا اربع مربعات بصير عندي 60 ضرب 25 ضرب 4 300. فالعدد ال 300 هو عدد المربعات الكبيرة في الشو بالدقيقة. فبقول 300 تقسيم عدد المربعات الكبيرة. امتى بيكون هذا؟ اذا كان ار ار منتصف. طب اذا كان غير منتصف يعني زي التخطيط هيك لازم اخذ ستريب. كل جهاز تخطيط اخر شيء بحطك ستريب. ستريب بعدين احنا ناخذ الاثنين. شو بدك تاخذ انت؟ تاخذ 30 مربع من بدايه اول موجه 30 مربع. شوف كم ار فيها؟ تضرب 10 مثلا. فنحن لازم نشوف الريت. بعدين لازم نوصف المركبات. لازم نشوف النقل. حساب بي ار الطبيعي 120 مليون 200 ملي سكند. كيو ار اس طبيعي 60 ل 100 ملي سكند. كيو تي من كيو بداية كيو لحد نهاية تي طبيعي من 360 ل 440 ملي سكند. بعدين نوصل موجة بي وكيو وتي كيو اس كيو ار اس كيو اس دي. بعدين نقارن التخطيط هذا مع تخطيط قديم. بعدين بنشوف مع الحالة السريرية. هي مراحل قراءة التخطيط. فانت لازم تشوف النظم جيبي ولا غير جيبي. سرعة محور توصف المركبات اللي بي كذا بي ار كيو ار اس كيو تي. حط تخطيط رح عليه ثلاثة. بعدين قارن. ما بدك تقارن فلازم تشوف الريت والرتم والمحور اكسس وصف البي ار بي وي بي ار بي ار انترفال كيو ار اس كومبلكس اس تي سيجما تي وي. طيب هل هذا نظم جيبي؟ مهم في بي. فبس اقول هل كيو ار اس قبل كل كيو ار اس في بي بقول هذا نظم جيبي في بي منتظم مسافه ار ار منتظم. قديش السرعة؟ 300 تقسيم 1 2 3 4 5 60 تقريبا 60. طب هون خلينا نحسب السرعة. نظم جيبي طب كل كيو ار اس في بي انت بدك تطلع على كيو ار اس قبل في ولا ما في منتظم؟ لا منتظم. ناخذ 30 مربع من اول ضغط من 1 ل 30 هون 30 كم ار فيها؟ 7 ضرب 10 70 سامعين. وهذا النظم ممكن يكون رجع فعلي مثل الخوارج. المحور كنا عم نحكي نشوف محصلة كيو ار اس في المسارين لدى 2 وابيرت ونقارنه مع بعض اذا كانت المحصلة ايجابية ولا سلبية. وامتى بنحرف المحور نحو اليمين وامتى بنحرف نحو اليسار؟ هي محاضرتنا. طبعا هي انا تجاوزت هي الاسقاط. كيف عملنا اسقاطات المساري على القلب؟ كيف رسمنا الليد واحد ليش ايجابي والليد اثنين ليش ايجابي والابي اف ليش ايجابي والليد ثلاثه ليش مركبات بعضها ايجابيه وسلبيه الابي اف ليش بعضها ايجابيه وسلبيه والابي ار ليش سلبي ومحور القلب. هذا شو كان اسمه؟ وهون عندي اذا كان الكهرباء جاي من مصر وبعيد عن مصر تعطيني موجه ايجابيه بعيد عن مصر موجه سلبيه
قريبة وبعيدة، موجة إيجابية وسلبية. هذا المحور رسمناه بخلال رسمة اليدوية. فاصبر جاي بلش بالمرضية. الله يعطيكم العافية. بس هيك طبيعيات.